يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والساده مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا بكم جميعا وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. موضوعات مهمه هنتكلم فيها مع حضراتكم، موجود ضيوف مهمين هينورونا في الاستوديو النهارده، موجود متابعات وتغطيات لاحدث المستجدات موجود، وبطبيعه الحال سؤال السوشيال ميديا برضه هو كمان موجود. صحيح، صباح الخير عليك يا كريم، صباح الرزق وصباح الهنا وصباح الفل على كل مشاهدينا في كل مكان في العالم. و10 الصبح في الاهلي مع كريم كوشك نهاوند سر اللي دايما بنكون حريصين مع فريق الاعداد والفريق كله ان احنا نقدم لحضراتكم كل ما هو جديد وكل ما هو هام وكل ما هو كمان مثير للجدل. خلينا نبدا زي ما كريم قال كده، احنا النهارده يوم الاربعاء اللي بيكون مخصص لفقره السوشيال ميديا، والسؤال اللي معانا النهارده هو ايه الرياضه اللي كان نفسك تمارسها او تلعبها وانت صغير؟ طبعا احلام كتيره جدا بعد ما بنكبر، يمكن انا وانت قلنا الكلام ده اول الاسبوع، ان انا قلت لك انا كان نفسي اكمل في التنس ومش عارف ايه، احلام. بس في كمان رياضات واحنا صغيرين كنا بنحبها بس ما كملناش فيها، ولما بنكبر بنقول يا لو انا كنت وانا صغير مارستها. فايه هي الرياضه دي؟ يعني خليني ابدا بيك برضه، احب دايما نسال بعض. فانت بالنسبه لك مثلا ايه الرياضه اللي انت كان نفسك تمارسها؟ وما تجاوبنيش تقول لي ما فيش. لا لا لا، هقول لك على حاجه. بص، انا يعني في فتره، الفتره الوحيده تقريبا في حياتي اللي لعبت فيها رياضه بانتظام وفي سياق فريق، الكلام ده كان زمان جدا، كان باسكت. انت عشان طولك في نادي الاتحاد السكندري تحديدا، تمام؟ 3-4 شهور ماكسيمم، بعد كده ايه ما كملتش، بس كان نفسي جدا اكمل لان انا كنت وقتها الحقيقه يعني ايه اتدلعت شويه. 3-4 شهور؟ اه والله العظيم. دي مش ممارسة رياضة، ده ملابسات. لا 4 شهور مش قصدي بمارس رياضة، 4 شهور بشكل نظامي، انت فاهمة ازاي؟ فدي حاجة فعلا ندمت عليها كتير بعد كده. وعلى فكرة دي دعوة لكل الأولياء الأمور ولكل الأهالي، لما تلاقوا إن أولادكم بيتدلعوا زي ما أنا حصل معايا كده، أيوة. لا وقفوهم عند حدهم من أولها. أنا بالنسبة لي لو هتسألني هقول لك كرة القدم، لان انا جت فتره بجد جت فتره لعبت كره قدم نسائيه. كان باين من التنطيط، كان باين من مهاراتي. يا جماعه انا متهيألي وريتكم حاجه نقدر يعني نستنتج ده. فلعبت فتره وبعدين توقفت. فلو هتسال السؤال ده دلوقتي هقول ان انا كان نفسي ان انا العب كره قدم نسائيه واكمل فيها. كنت تحبي تبقي مهاجم ولا خط الوسط؟ انا كنت مهاجم فعلا. الله يا جامد يا جامد يا يعني جامد يا جامد. فبنسال حضراتكم ايه هي الرياضه اللي كان نفسكم تلعبوها وانتم صغيرين، ابعتوا لنا من دلوقتي. وفعلا في ناس يعني اول ما سؤال السوشيال ميديا نزل في اجابات كتيرة جات. طبعا ده في آخر فقرة بقى مع حلقة النهاردة إن شاء الله.